بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الحديث اللي تكلمنا فيه. احنا لحتى الان تكلمنا عن dependent variable independent variable، والحوار اللي صار قبل شوي هو بنقولنا نحكي عن moderating variable، متغيرات بسيطة، ليس متغيرات بسيطة. الان ابحاثنا في البزنس اكيد راح يكون فيها dependent variable independent variable. أحياناً راح نحتاج مثل هذا النوع من الـ variable اللي هو الـ moderating variable. is one that has a strong contingent. إذن هو عبارة عن متغير واسطة، يعني بدنا واسطة مشان نمرر تأثير المتغير المستقل على المتغير التالي. effect on the independent variable dependent variable relationship. إذن هذا عبارة عن نوع من المتغيرات نسميه contingent، يعني وسيط واسطة يعني. هدفه تمرير، هدفنا من تمرير العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التام. The presence of the moderating variable modifies the original relationship between the independent and dependent variable. بمعنى إنه العلاقة بتكون بين ال independent وال dependent ماشي على النحو التالي: dependent and independent تحت تأثير المتغير أو بتدخل المتغير الوسيط. قبل شوي شفنا إحنا إنه كان موجود ريفرنس مانوال، كان موجود عمال، وكان موجود عندنا اللي عملية الريجكتس. العاملين لوحدهم لا يكفي انه نحكم على الريجكت، المانوال لوحده لا يكفي انه طيب بقول له شو بده يكون فعلنا اللي هو عاملين ونمبر اوف ريجكتس، وندخل وسيط مشان ينعكس تاثير المتغير المستقل على التابع. وسيط هو النمبر اوف مانوالز، وبشرط انه بس مش نمبر اوف تقرا، بشرط انه تقرا. خذ المثال هيو، لازم يكون هيو اذا كانت عندنا هيك شكل availability of reference manuals number of rejects، متغير تابع متغير وسيط. اتفقنا انه او بعد نقاشنا لاحظنا انه هذه الوحده لا يعني لا يعني ما بتعطينا تاثير كافي مشان اقدر اعرف النمبر اوف ريجكت. طيب ولا كيف بدها تصير؟ بتصير بهذا الشكل، بصير بهذا الشكل اللي هي انترست اند انكلينيشن. بمعنى انه availability of reference manuals، هذا الريفرنس مانوالز العاملين او الموظفين لازم يكونوا يقراوها ويفهموها، لازم يكونوا يقراوها ويفهموها. اوكي، اذا صار هيك بكون إنه تأثير الـ availability of reference manual على number of rejects. إذا ما قرأوها، إذا هذه ما قرأوها، فأيضاً التأثير راح يكون يختلف تماماً. هاي diagram of the relationship between the independent variable availability of reference manual and the dependent variable rejects as moderated by the moderating variable interest and inclination. إذن تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع بحاجة لمتغير وسيط. هذا المتغير الوسيط يعني عبارة عن الاهتمام كل ما زاد الاهتمام بالريفرنس مانوال. إذا مظبوط هو متغير مستقل، لكن كل ما زاد الاهتمام فيه كيف بده يتأثر اللي هي number of rejects. هذا اسمه mediating variable. أحيانا بحتاج الباحث إنه يلجأ له حالة، يعني مثلاً في المساقات في التدريس الـ performance of the student، الـ performance of the student الانستراكتور معطي اللي هي الماتيريال كاملة، نعطيك ماتيريال كاملة وبنعمل presentation كاملة. أوكي، هاي هذا independent variable. الآن الـ independent اللي هو student performance، لا يعني راح يكون زي ما حكينا قبل شوي في فازي في غموض. طيب إذا لازم شو يكون في مؤثر أو إشي وسيط بين الـ student performance وبين هذا الـ course material والـ instructor interest؟ لازم يكون في اللي هو الـ interest of the student. كل ما كان موجود الـ interest of the student بيصير الـ material والـ 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 instructor interest لهم تأثير على الـ performance للـ student. إذا ما كان هذا موجود ما بيكون لهم تأثير. وبالتالي احنا في هيك حالات بحاجة لندرس الحالات اللي بيكون فيها وين اهتمام من الكاستمر. يعني مثلا لو كان 100 كاستمر منهم 20 كانوا عندهم اهتمام، الان في عملية التحليل احنا بنهتم في ال 20
اللي كان لهم وين اهتمام. وهنا برامج تحليل الإحصائي هذه سهلة ما تخافوا منها. المهم أنت تكون محدد شو العامل البسيط أو المتغير البسيط. البرامج تحليل الإحصائي بتسألك وين المتغير المستقل بتحدده، وين المتغير التابع بتحدده، وين المتغير الوسيط بتحدده. لحالة بتعمل بروسيس وبتستثني الامبلويز اللي ما عندهم انترست من عملية الحسابات، لحالة بتستثنيهم، بتخلي فقط الامبلويز اللي لهم انترست في هم بتخليهم في الحسابات، وبتستطيع الريليشن شيب بتكون واضحة والتأثير بيكون واضح. كمان هي معطينا كمان مثال، هذا يعني يا ريت لو ندرس كمان. هذا مثال Workforce Diversity Independent Variable Organizational Effectiveness as a dependent variable. الآن هذا mediated by أو moderated by the managerial expertise. يعني التنوع لا يعني تنوع القوى العاملة إنه لوحده إنه يؤثر على وين، على الـ effectiveness للـ organization. هاي بيقرأ الموديل، يجب إنه يكون في متغير وسيط اللي هي الخبرة المانجمنت، خبرته هل هو مشان يكون قادر على يتعامل مع القوى العاملة اللي هي diversity يعني متنوع قادر، وإذا ما كان قادر يتعامل معهم راح يكون ما له تأثير على الـ effectiveness. وبالتالي في عملية التحليل الإحصائي إحنا بنجمع بيانات عنهم الثلاث، لما نصيغ questionnaire فيما بعد راح نشوف. لما بندخل في عملية التحليل لبرنامج أي برنامج بيعمل تحليل إحصائي، المتغير التابع اسمه organizational effectiveness، المتغير المستقل workforce diversity، راح يسألنا المدريت راح يسألنا اللي هو المدريت variable مين هو، ونقول له اللي هو managerial expertise. وبالتالي بصير فقط بأخذ الحسابات workforce diversity، بيسأل هل المانجر اكسبيرت ياس، اذا مو بيستثني من الحسابات ياس، بس باخذ اللي هو وهكذا. اوكي الان زي ما لاحظنا قبل شوي واحنا اختلفنا عن بين الاندبندنت فاريبل وبين المودريتنج، اختلفنا لانه لما طلع عند متغيرات اثنين ولو قلنا هذول يصلح يكون الاندبندنت فاريبل. شو الفرق بينهم؟ حقيقة أنا confusion is likely to arise as to when a variable is to be treated as an independent variable and when it becomes moderating variable. هي عملية شو معنى عملية فاز؟ يعني المتغيرات اثنين شو نام قبل شوي، مين اللي يعتبر متغير تابع ومين اللي يعتبر متغير وسيط؟ لو أدى واحد عكسن بالتالي بصير يعتبر انه الاندبندنت فاريبل هو حسب وجهه نظره، والبحث بيكون من وجهه نظر البحث عاده البحث، ويعني وعملنا بحثيا انا يمكن لما بعمل ريفيو لابحاث اللي اشتغل ليك بيكون اشتغل صح بس من وجهه نظره، واللي اشتغل بطريقه ثانيه اشتغل صح من وجهه نظره. الهدف في النهايه هو الاندبندنت فاريبل، انت تعرف كيف شو اللي بيأثر عليه وكيف بتغير وشو الطريقة اللي هو بتغير فيها. في مجموعة examples هذه كمان يعني جيد انه تمروا عليها في وتشوفوها كيف independent variable وكيف independent variable وكيف moderating variable ممكن نتعامل. النوع الرابع من المتغيرات، اذا هذا هو independent variable والindependent والmoderating. نروح للنوع الرابع من المتغيرات، وهذا النوع الرابع اللي هو اسمه mediating or intervening variable. هذا النوع من المتغيرات يعني احنا في البيزنس قليل بنستخدم، احنا في البيزنس قليل بنستخدم. مايو خلينا نشوف شو is one that serves between the time، اذا هو ضابط اسمه متغير ضابط بضبط التايم. Between the time the independent variable start operating to influence the dependent variable and the time their impact is felt on it. بمعنى إنه لو بدنا نعمل قياس للperformance للطلاب، كويس بدنا نعمل قياس للperformance للطلاب، الآن
هل البرفورمانس للطلاب يقاس لاحظي؟ يعني هاجي انا اليوم اعمل انترفيو مع الطلاب واصير اقول هاي البرفورمانس عالي ولا له مده؟ اذا له مده بدنا نضبطها هذا المده، يعني تبدا بكذا وتنتهي بكذا، وبالتالي ضع عمليه ضبط المده، عمليه ضبط هذه المده. احنا بحاجه لمتغير جديد يضبط هذه المده. اذا يبدا شو معنى هذا الضابط؟ هذا بيضبط امتى بيبدا تاثير المتغير المستقل وامتى ينتهي، امتى يبدا وامتى ينتهي. هذه كثير بيحتاجوها في العلوم الطبيعيه وفي الاحياء وفي الكيمياء، لما بدهم يعملوا معادله تفاعل بين عناصر بالكيمياء، هل بخلوا مفتوح الى ما لا نهايه ولا له تايم معين بيبدا وبينتهي؟ اذا هيك وهذا في الاكسبيرمنتس كثير المحتاج. اذا هيك انت بتحتاج لانه شو معنى تدخل متغير اسمه المتغير الضابط. لو انت قاعد بتعمل تدقيق للدوره الماليه او للسجلات في مؤسسه معينه، التدقيق بده كمان لمده معينه من شهر كذا لشهر كذا بدك تعمل مشان تعطي التقرير النهائي، اذا او بدك تعمل تاثير العمل المالي في فتره معينه، الفتره بدك تضبطها تبدا من هيك وتنتهي فيه، وبمجرد ما بدات بتخلي المتغير المستقل بيصير له تاثير، لما تنتهي بتوقف المتغير المستقل من التاثير وبصير تدرس على الفتره هذه شو اللي صار فيها، كيف المتغير المستقل اثر على المتغير التابع. زي ما قلت كمان مره احنا في البزنس يعني مش كثير ممكن احنا مش قليل نادر يعني نادر الواحد يستخدم. لو بدك تشوف سلوك الاطفال، سلوك الاطفال عاده بدك تضبطه في مده معينه، بدك تشوف سلوك طلاب المدرسه بدك تضبطه في فتره معينه، وبتدخل المتغير مع البدايه بتدخل المتغير، انتهى المده هذه بتنهي بتوقف المتغير وبصير تعمل دراسه على شو النتائج اللي طلعت. هذا هدف المتغير الضابط مشان الفترات اللي هي الاكسبيرمنت تبعتك او جمع البيانات بكون نات كنترول الفترات مشان ما يكون لها تاثير على الابحاث. اذا هذه العمليه مشان تعطيني دقه اكثر في الابحاث او في النتائج. There is thus a temporal quality or time dimension to the mediating variable. اذا مشان نضبط ونتحكم في وين في التايم، بمعنى انه احنا المتغير المستقل بدنا نخلي له تاثير على المتغير التابع لفتره من السنه، طب اللي قبلها واللي بعدها هذا ما لازم يكون له تاثير. لو اجتك بيانات قبلها مش راح تعتمدها، بعدها كمان مش راح. In other words, bring a mediating variable into play helps you to model a process. Process عملية تبدا وبتنتهي. And helps conceptualize and explain the influence of independent variable on the dependent variable on that او يعني في هذه الفترة من الزمن. في مجموعة examples هاي كمان راح توضح. مجموعة examples أكيد إنها راح توضح وبين لنا هاي dependent variable organization effectiveness, independent variable workforce, intervening variable اللي هو المتغير الضابط the service that serves as function of the diversity in the workforce in the creative synergy. فترة ال diversity لها كمان تأثير. هيك يصاخ هيك يمثل workforce diversity and organizational effectiveness لفتره معلومه من الزمن، الفتره اللي هي بتبدا من T2 لحد T3 من هذه المساحه. اذا المتغير المستقل هيو موجود في التايم T1 سمى موجود، بدنا نبدا نخليه يصير ياثر من هذه المرحله، يبدا هو ياثر على الاورجنايزيشنال افكتيفنس من هذه المرحله لهذه المرحله، وبالتالي دراستنا راح تكون يعني في هذه المرحله فقط نتائجها راح تكون هاي نوت ذات كريتيف سينرجي لانترفيرنج فاريبل. هاي التايم تي 2 بيبدا من هان از ا فانكشن اوف اون وورك فورس دايفرسيتي، يعني بنبدا نشوف السينرجي شو تاثير السينرجي بدءا من هذه الفتره which is in place at time T1 to bring about organization effectiveness in time 3. يعني هي موجودة
بدأنا ندخلها كمتغير مع الـ Independent Variable مشان نشوف تأثيرها لما نصل لحد وين في 3. هذا معنى طيب في بعض حالات نحتاج الأربع Variables، وهنا بيبقى الباحث يعني محظوظ جدا في انه يطلع له الأربع أنواع من المتغيرات in one model. المتغير Independent Variable Organizational Effectiveness، الـ Independent Variable Workforce Diversity، متغير وسيط اللي هو Managerial Expertise، متغير وسيط في المودلز السابقة شفناه كان متغير وسيط، والآن متغير ضابط اللي هو اسمه Creative Synergy. إذن يعني هاي الأربعة متغيرات بتكون يعني موجود in the same model وداخل في دراسة من دراسة البحث. الآن افترض انه the creative synergy والmanagerial expertise غير موجودة، لو لغنا افترض ادي واحد قال انا ما بدي شيء من زمن ليش بدي شعب، بصير work for diversity والorganizational effectiveness هذا تأثيره غير مباشر او غير واضح على هذا، لأنه افترض ان الدايفرسيتي هذا كان ما كانتش موجود او كان ما كان في إدارة او كانت الإدارة الاكسبرتيز اللي عندها قليل او الى اخره، كيف تأثيره راح يكون؟ مش راح يكون واضح. اذا لازم تدخل اللي هو المتغير الوسيط المودريتنج فاريبل لازم تدخله، وبالتالي بيصير هذا بيأثر من خلال هذا على الـ Organizational Effectiveness. الآن هل هي open ولا ما لا نهاية؟ لا، العملية راح تكون إلها فترة محددة في العمل. بندخل الـ Creative Synergy بنخلي مثلا يشتغلوا groups ونخلي يشتغلوا مجموعات لفترة معينة، وفيما بعد نشوف النتائج كيف تطلع. إذن بالإمكان إنه نعمل ضبط هذا الـ New Set of Relationship that would emerge in the presence of the moderator, manager expertise, moderates the relationship between workforce diversity and creative synergy. هذا اللي حكينا عنه الأول. There will be no creative synergy unless the manager is capable of harnessing that synergy by creativity, coordinating and different skills. هذا اللي هو mediating factor. إذا هذا هو الجزء المهم بخصوص المتغيرات. هذا كل اللي كنا بدنا نتناوله.